رمى جثتها في المصرف. النهاردة احنا معانا اول ظهور لأسرة فتاة بمحافظة الشرقية، موضوع قتلها أثار الجدل الفترة الأخيرة، ولكن هناك تفاصيل ومعلومات كتير مع أسرتها غايبة تماما عن تداول الخبر أو المعلومات المغلوطة اللي البعض ذكرها. ولكن احنا النهاردة هنعرف تفاصيل أكتر عن الفتاة اللي كان المفروض فرحها خلال أيام، وكانت بكتابها كان المفروض خلال الأيام الحالية. خلص العزاء لحضرتك في بنتك في الواقعة المؤسفة اللي حصلت. دينا ودم لله. قولي لي بقى ايه اللي حصل، واخر حديث بينك وبينها كان ايه، وازاي انت عرفتي بالموضوع؟ هي اتصلت عليا يوم الجمعة الساعة 8:05 كالعادة، يعني هي عامة هي على طول هي بتخرج تجيب لبس العيد لنفسها ولاخواتها. اتصلت عليا قالت لي يا ماما، انا هي الكبيرة بتاعتي اتصلت عليا وقالت لي يا ماما انا رايحة اجيب لبس العيد، لبس العيد. طب انت معاكي يا بنتي فلوس؟ قالت لي اه يا ماما، المصنع اداني 1000 جنيه بتاع الطعم بتاعتي، وادتني ومعايا حماتها اديني اجيب الفلوس، اجيب الطعم بتاع العيد، وفي فلوس معايا كمان بتاع من بيت القبض بتاعي. قلت لها طب يا بنتي ما تخرجي عرفيني انت هتجيبي ايه، وابعتوا لي على الواتس عشان ابقى عارفه الحاجه اللي هتلاقي عليكي ولا لا. قالت لي خلاص ماشي حاضر يا ماما. فانا يا دوب اتصلت، رجعت اتصلت صليت العشاء وصليت التراويح وبرن عليها، لقيت تليفونها اتقفل. هي المفروض ان احنا اصلا كنا هنكتب يوم 27 رمضان، وكانت هتخش بعد العيد يعني، وحاجتها كلها جاهزه، وكانت بتجيب حاجتها بترحاب وبتنقي وبتنقي وفرحانه، مش مغصوبه على جواز. لا وكانت عماله تقول لحماها يلا بقى يا بابا احنا مش هنكتب الكتاب بقى زي ما انت قلت لنا ب 27. لا يا حبيبتي والله هنكتب، ما حد هيسيبك زي ما قلت لك احنا هنكتب الكتاب. تمام. بس وخرجت وما لقيتهاش من ساعتها. تغيبت يوم ايه تحديدا في رمضان؟ كان يوم 14 14 4 اللي هو اخر اسبوع في رمضان. طيب حضرتك توجهتي وعملتي محضر تغيب بعد رحله بحث؟ لا انا هي ما اتصلت عليا قالت لي انا رايحه انا وليلى اجيب لبس العيد. ليلى دي زميلتها من المناير، رحت لها لحد البيت قالت لي انا ما شفتش بنتك. يعني هي طلعت على اساس انها راحه الليلة. فانا طبعا رحت لها انا واخوها، قالت لي بنتك ما كلمتنيش اصلا ولا جات لي. فرجعت تاني على البيت سالت اختها انت هي كانت راكبه توك توك مع مين؟ قالت لي مع فلان، مع واحد واحد احنا على طول بيركبنا ويجيبنا ويودينا. يودكم ويجيبكم بالتوك. فسالته قال لي انا نزلت بنتك في المناير في الحته الفلانيه. تمام. من هنا انت عرفت هي ممكن تكون فين؟ فطبعا عشان ما لقيتهاش فروحت المركز عندنا وعملت تحرير انها مش موجوده او محضر متغيبه من امبارح، ومن ساعتها طبعا ما شفتهاش الا مرميه في المجاري يوم الاربع، ورحت المشرحه وتعرفت عليها وعرفت ان هي بنتي. ازاي ظهرت في المصرف؟ الهويس في ابو حماد هو اللي طص الجثه يعني بتاعتها، ما خلاش تعدي، انجرفت لحد من المناير لابو حماد. كانت داخل، مش عايزه اقلمك، بس كانت دخلت شوال وقت العثور عليها، حطيتها في شكار. طيب ربنا يصبرك على خير. انت ذكرتي لي قبل التسجيل ان البنت كانت حنينه جدا وكانت مكافحه وكانت بتنتظر فرحتها، كسر فرحتكم بيها وهي المجهزه نفسها. انا عايزه اقول لك بس النقطه، الله يرحمها هي خلاص غابت عن الدنيا، لكن توضيح عايزين بس نوضحه للناس اللي بتسمعنا. اتفضل. ان اللي قتلها ده زميلها في العمل كان متزوج. متزوج كان متجوز بقاله 4 شهور. كان متجوز بقاله 4 شهور. والشقه اللي اتقتلت فيها هي برضو شقه مراته اللي هو الزوجيه، هي الزوجيه لان هو اللي قتلها ومراته والاثنين اللي جرجروها لحد هناك برضو زميلها في المصنع. هو استدعى واحد من زمايله وقال لهم بعد ارتكابه الجريمه، احكي لي بقى اللي انت عرفتيه بعد ما اعترف بالتفاصيل. اللي انا عرفته بقى ان هو قتلها وراح جاي حطيتها في شوال، واتصل بواحد من زمايله نزلها في التوك توك وخدها ورماها في الرشاح. اوهموا ان دي زباله. ان دي زباله وخدوا ورماها في الرشاح. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا من والدة الفتاة الله يرحمها يا رب، كانت منتظرة فرحتها بفارغ الصبر، وكانت منتظرة كاتب كتابها 27 رمضان، يعني قتلها بطريقة بشعة قبل كاتب كتابها بأيام قليلة. البنت كانت عايشة مع جدتها
والدتها، وما كانش فيه خلافات بعكس ما قيل، ما كانش فيه خلافات. البنت لظروف اجتماعية الأم منفصلة ولكنها متزوجة، والبنت عايشة مع جدتها. جدتها هتحكي لنا تفاصيل في حياتها عرفناها منها النهاردة، إن البنت بنت ونعم التربية. اتفضل. هي جت يوم الجمعة قالت لي يا تيتا أنا رايحة أجيب لبس. قلت لها طب اقعدي. في أي مشاكل؟ مفيش مشاكل والله يا بنتي ولا أي حاجة. كانت الدلوعة بتاعتنا أصلا. وقبل ما تيجي تتصل أنت عاملة إيه؟ قلت يا تيتا. قال لها عاملة لك محشي ولحمة يا أمين. قالت لي طب يا تيتا. تيجي فرحانة وكل حاجة. آخر مرة فطرنا معايا هنا أنا وخالها وفطرانين هنا كلنا مع بعض. آخر يوم بقى آخر يوم فطرت مع حماها تحت وحماتها وطلعت لبست الفستان النبيتي وراحت واخدة شنطة كتفها ونزلت. قلت أنت رايحة فين يا أمين؟ قالت لها أجيب لبس العيل يا تيتا. قلت لها طب ابعت لنا سحور وأنت جاي. فجدها قلق كل شوية عمال ينده على الحاج تحت مش لاقيه مش قلبه حاسس إن في حاجة. يا أمينة يا أمينة مفيش حد رد يرد علي. نزل على الحاج خبط عليه قال له لا ده أمينة ما شفتهاش من ساعة ما فطرت معايا. تمام. أخويا جاي عنه من الشغل الساعة 3 يقول لي يا دي يا أبو عبد ده أخوك أختك ما جاتش دلوقتي. قال إزاي يا تيتا؟ قلت له ده أنا رايح أجيب لبس العيد وما جاتش الساعة 3 الفجر. قاعد يرن على جميع زمايلها حتى اللي كانت في شبيه. امينه كانت قريبه منك وبتحكي لك دايما كله. يعني ما تخبيش عنا حاجه. بتحكي لك اسرارها. لا ما تخبيش عنا حاجه. تخبيش عنا حاجه لا انا ولا امها. ما حسيتيش للحظه منها ان هي مثلا متضايقه في شغلها زمايلها بيضايقوها؟ مع سيبها. في الشغل كان حد مضايقها؟ مفيش حد مضايقها. مفيش حد مضايقها. علاقتها ايه بزمايلها في الشغل؟ علاقتها تهرج وتضحك هي بطبيعتها بتحب الهزار. بتحب تضحك تحب كده يعني. بس تقعد في وسط 100 راجل محدش يقدر عليها. فاهماني؟ محدش يقدر على امين. صحيح. ومشيها راجل. مش معنى الست المايس. قولي يا امي بقى لما سمعتي العثور عليها وان هي امينه. العثور عليها جوز امها بقى يخرج ويعرف حاجات وما يرضاش يجي يقول لنا عشان انت عارفه بيروح يشوف الدنيا ويرضاش يزعل والدتها ويخرج يقول لها ده انا رايح عند زميله اشرب قهوه اشرب مش عارفه ايه وهو بيدور. وهو بيدور عليها والمركز بقى طلع بيدور عليها. اخر مره بقى سمعته هنا سمعت واحد بيقول له ده امينه لقيناها مقتوله بس ما رضيتش اقول لامها. انت اللي عرفتي؟ انا سمعته. وفضلنا ساكتين لحد يوم الاربع. مش متاكدين بقى انها هي مش هي ما ما قالوا اتنين في الماء في الميه ما نعرفش هي منهم ولا لا. لقيتهم نفس اخر مره بقى اتصل اتصل عليا بيقول له امينه لابسه ايه؟ دخلت بعد ما بيقول له امينه لابسه ايه؟ قلت له لابسه الفستان النبيتي عندها واحد قطيفه وواحد عادي قماش. قلت له لا لبسه العادي. قال لي طب خلاص وراح قافل معايا. قلت يا هم لقوا أمينة. هذا كل اللي حصل يا حبيبتي. أنا مش عارفة أقول لك إيه يعني. أكيد يعني والدتها ربنا يبارك فيها ولكن أنت أكيد الأم اللي كانت أنا اللي مربياها كانت صغيرة كده أهو. حضنة أمينة فأكيد أنت عارفة صغيرة كده حياتها. وأنا مش سايباها. مش قصدي وهي قاعدة معانا. إديها أنا عارفة إن أنت معاها وبتتابعيها. لا أمينة معايا. أيوه امينه معايا في البيت. امينه مش يعني انت ما كنتش بعيد عنها؟ لا انا امينه كانت صادقتي مش بنتي. يعني ما كانتش بتخبي عليكم برضو صداقه؟ ما كانتش بتخبي عليا حاجه خالص نهائي. يا ماما انا عملت كذا يا ماما انا رحت في حته الفلانيه يا ماما طب انا هجيب ايه يا ماما طب هعمل ايه. مش ام وبنتها لا اصدقاء مع بعض. هو انا مش بعيد عنها يعني مش انا معايا. لما سمعتي ادعاء المتهم ان البنت في علاقه عاطفيه بينهم وكانت جايه تتحايل عليه يتجوزها، هل منطق ان هو متجوز وامينه هتروح وهي مخطوبه؟ وكان هيكتب كتابها هتتجوز. طب فين العلاقه بقى اللي بينهم؟ انا عايزه اعرف. انا عارف ان اللي لها علاقه بحد وبحباه اللي هو زي ما هو بيقول كان زمان ما اتخطبتش اصلا، كانت سابت خطيبها. وبعدين انت قلت لي ملحوظه ان هو اصلا عريس متجوز من بقى 4 أشهر. يعني ما بقالوش كتير. يبقى ايوه ان انت هتحب بنت تانيه ولا
ده انا يعني حتى انا سالت حتى في المصنع، يعني انا قلت يمكن في حاجه في المصنع، قلنا ما اعرفش. اه سالت المشرفه بتاعتها امبارح، قالت لي امينه ده امينه حتى ما كانتش بتكلم الولد، ما كانش كله واصل. لا يعمل فيها كده ليه؟ موضوع بقى هي كانت ايه اللي معاها وايه اللي اتاخد منها بقى؟ كان معاها الشبكه بتاعتها في ايديها، لابسه دهب قد ايه؟ كان معاها هو دبله وخاتم، دبله وخاتم. اه يعني كان دهبها في ايدها، كان دهبها في ايدها، والموبايل كان لسه جديد، ومعاها بيت قبضها والألف جنيه بتاع الشغل اللي ادهولها، وفلوس اللي حماتها مديها لها عشان تجيب لها الطقم. يعني حماتها والدة خطيبها مديها فلوس الطقم بتاعها وراحت تشتري بمزاجها كمان. اه يعني ايوه مرحبه وسعيده. ايوه وكانت عماله تضحك مع حماها وتقول لها يا بابا عايزين نكتب كتاب بقى، مش تقيل هنكتب 27. قال لها ايه يا حبيبتي هنكتب لك يوم 27. فين بقى العلاقه اللي هم اللي هو المتهم بيقول عليها؟ ما كانت بنتي اصلا هيتكتب كتاب يوم 27 وهتخش بعد العيد، وبتحب خطيبها وبتحب باباها ومامتها التانيين موت. فين العلاقه اللي كانت بينكم من بعض؟ لا طبعا، ولا زعلانه من خطيبها ولا من ولا اي حاجه، وفرحانه بيهم موت. فكان يعني انت بتقديرك بتقولي ان كان الطمع في الذهب اللي خده، انت بتقولوا ان هو فعلا باع الذهب. اه باع الذهب. اه يعني كان الغرض لسرقه. اي مش زي ما ادعى او بيقول ان هي كانت عايزاني اتجوزها. ده اكيد طبعا. طب انت عايزاك تتجوز، كانت فسخت خطيبتها بقى من مخاطبها مثلا. هنكشف طبعا التفاصيل واكيد هنتابع مع حضراتكم ان شاء الله. لسه بنواصل مع حضراتكم، ومعانا والد خطيب الفقيده رحمه الله عليها ضحيه الغدر من زميلها في المصنع، هيكلمنا في تفاصيل عن حياته وعلاقته بامينه اللي كان بيعتبرها بنته. اه امينه كانت بنت، مش كانت خطيبه ابني. كل بنت طالعه نحس بطلعتها وهي طالعه تسلم ازيك يا بابا عامل ايه يا بابا. كانت علاقتها بيكوا بقول لك اكتر من بنتي. أيوة. وامي ومراتي نفس النظام. ومتفقين ان احنا نكتب ان شاء الله يوم 27 رمضان، وفطرنا معايا يوم الجمعه. كسر فطرنا معايا وطلعه عبد ونا لها اخوها، طلعت ورجعت لبست ونزلت قالت ماما انا رايحه اجيب الطقم. فمراتي بتقول لها طب استني ندى بنتي متجوزه، متعودين ان هم يخرجوا مع بعض على طول، يجيبوا اي حاجه يروحوا هنا مع بعض. فقالت لها ناس اصحابي مستنيين عند في الموقف عشان نجيب مع بعض زمايلنا. طب استني، قالت لا طب خدي، طب خدي هات لك هات الطقم بتاعك عشان ايه كاتب الكتاب ان شاء الله يوم 27. الفلوس كانت مبسوطه يعني، مبسوطه ومفيش اي حاجه، نازله فرحانه ومبسوطه ولابسه الدهب بتاعها ولابسه الطقم ومبسوطه رايقه. طب خد الفلوس عشان تجيب الطقم. قالت لا انا معايا الفلوس، انا معايا ماما 2000 جنيه. بنت قنوعه، انا ملاحظه من كلامكم كله ان هي كانت قنوعه بتشتغل، يعني بتحب تجيب حاجتها بنفسها. بتشتغل معايا 2000 جنيه، هم ال 2000 جنيه. قالت لا لا دول هات لك خليهم معاكي، هات لك ايه حاجه لعزالك. طب ده فلوسي كان الفلوس ديت هات لك الطقم. فقالت خلاص ماشي يا ماما، ولو عوزت حاجه ثاني هكمل لك. خلاص خلاص ما مش مشكله. ومشت مشت بقى ما اعرفش بقى، طبعا اتاخرت ترنت ارن على التليفون. يعني اخر مره فطرت فيها في رمضان قبل معايا 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 انا ومراتي ووالده معايا معايا ومبسوطه ومفيش اي حاجه، وطلعت هنا قعدت ربع ساعه وكلنت مفيش اي حاجه، ونازله مبسوطه والكلام ده كله مفيش اي حاجه، طلعت لبست ومبسوطه ومفيش اي حاجه خالص. تقول ايه المتهم؟ المتهم انا حسبنا الله ونعم الوكيل، انا عاوز القصاص، عاوز الاعدام، لان ابني مش ساكت وانا ما مش يعني مالي دلوقتي اكتر. ما فيش ده بقول انا مش هسيبه، انا هقتله. لا مش احنا هسيبه. في دوله قانون ما ينفعش. لا هو طبعا هو شاب طبعا شاب لكن طبعا لا احنا في دوله قانون وتم القبض عليه وان شاء الله هو كلام ده. ما هو انت عارف اللي بيقول انا مش هتجوز، هو خطيب امينه بعد وفاتها بيقول انا مش هتجوز، بوقف قدام التراب بتاعتها اقول لها يا امينه استنيني انا كده كده مش هتجوز غيرك. انا من كتر حبايا لا استنيني يا امينه جاي، مش هتجوز غيرك يا امينه. بسم الله ونعم الوكيل. ده الواد الجماعه بتوع الاسنان هي اللي كل يوم بتيجي تسجل لي على الواتس. سجل يعني كانت مرتبطه بيكوا جدا. اه معايا ورقه اكتر ما بتقعد تحت ورقه كل ما بيكونش مسجل لحد لل لا لا خلينا الجامعه البريطانيه في الاسنان بوديهم ناس يوديهم.
فبتكون هي هنا ردنا عليه صح يا امينه تقول له قول لها سجلي لي 2 3 4 5 ماشي. اجي ابص في الورقه يجي محمد ابن الصغير يقول لي هو مين اللي مسجل لك اخر واحد يا بابا؟ اقول له سجل لي ايه؟ ليه يعني؟ يقول لي بس مين اللي قال لك؟ انا ما بعرفش اقرا. اقول له امين. يروح بص في الورقه كده يلاقيها مكتوبه فوق يا اغلى بابا في الدنيا ربنا يخليك ليا انت وماما، ربنا يخليكوا ليا ويديكوا الصحه ويطول لكم في عمركم. امينه على التليفون عماله تبعت لي على الواتس اغاني لبابا وماما، يعني هوريك الحاجات ديت اصلا حاجات يعني خليني مش انا بقالي 10 15 يوم دلوقتي من ساعه ما طلعت الشغل ولا عايز شغل ولا عايز اي حاجه من الدنيا، لان هي كانت اكتر بقول لك انا عندي بنت واحده دي كانت بنتي اكتر من بنتي زيها، بنتي خرجت وهي بنتي موجوده معايا طالعة نازله خطوه كده زي السلم كده الاقيها ايه اسمع خطوتها اسمع خطوتها وخبطها تخش سلم علينا وتروح طالعه وهي نازله الصبح الساعه 5:30 على شغلها تخبط علي ترن علي يلا بقى عشان تنزل روح الشغل، يعني ديت اغلى من بنتي وطيبه واللي فيها مش ليها وجدعه، يعني معنى جدعه ان يعني سيبناها صغير اخترتها لابنك وانت شايف ان هي المفروض ويعني تيجي ما تقول لي كانوا وتفتح بيت يكونوا زعلانين هي وجوزها او خطيبها ولا حاجه ولا مالكش دعوه سيبيه ما تكلمش لمده يوم ولا اتنين بنتي الراجل مش مشكله الشاب مش مشكله ان بقى قرص عليه زعلانين منه خد جنب منه ما تتكلمش ما ترنيش عليه في التليفون هو اللي يرن عليك ويجري وراك اما صرحكيش ما تكلمش الا لما اقول لك امين وكانت معايا بقول لك يمكن اغلى من بنتي يعني بنتي اتجوزت بقى لها 4 سنين هيت ولا 5 سنين بقول ديت يعني عندي ابني متجوز بس ديت كانت غاليه عليه يمكن مرات ابني قالتها لي كان سدنا مع بعض انا وهي قالت لي ربنا خليك لامينه خياك امينه تنفع خلي امينه تنفع خلي امينه تنفع خلي امينه تنفعك يعني دي من معزه اللي هي شايفاها من معزه اللي هي شايفاها وكلنا حاضنينها انا ومراتي ومحمد ما كانش محمد عنده 16 سنه ما كانش بتنام لما ترن على محمد طمن عليه ايه يعني سرها مع محمد الصغير سرها معاه انا عملت كذا يا محمد طب اخر يوم ما خرجت كده بتقول بيقول لها انت فين الساعه 8 ل 5 او 8 ل 10 يا امين عملت ايه؟ قالت له خلاص انا ايه؟ انا جاي اهو يا محمد بعدها بشويه خلاص طب انا مستنيك ساعه ما ترن عليها اجيب العربيه واجي الساعه 11 الا وكلمها امينه محمد ابني يا امين عملت ايه؟ قالت له 5 دقايق بالظبط وجاي لك انا خلصت وجاي اهو بعدها التليفون انقفل وما عرفتش عنها حاجه ما عرفش عنها اي حاجه العثور عليها عثر عليها بعد كام يوم؟ خمس ايام خمس ايام احنا سيبناها للجمعه يوم الجمعه طبعا هي بالليل ومن السبت رحنا عملنا محضر ما جناش بعد 24 ساعه رحنا فطرنا في السحرنا وكمان ما سحرناش في قلب الاسم زي ما حضراتكم شايفين وضع اسره اميره الفتاه اللي قتلت غدر على ايد زميلها في الشغل زميلها يعني تنويه متزوج من 4 شهور وزوجته ايضا زميلتهم في المصنع يعني امينه حتى لو راحت وقالوا لها تعالي هي امينه كانت زميله زوجة المتهم وكانت زميلة المتهم يعني أمينة كتير قال هي إزاي راحت له لا هي ما راحتش أمينة أكيد طبعا في كواليس هتكشفها التحقيقات الأيام الجاية ولكن التوضيح من أسرتها إن أمينة كانت زميلة المتهم وزوجته حابة تقولي حاجة تاني؟ متابعينا الاعزاء متابعي القاهرة 24 كايرو لايف وضحنا لحضراتكم حقيقة العصور تعالى اتفضل تعالى كلمني عن امينه ماشي امينه كانت طيبه وكويسه وجايبه حاجات لاخواتها انا اللي مربيها وجايبه حاجات لاخواتها
جايبة حاجات لأخواتها، وقالت بعد ما فطرت عند حماها تحت، قالت لي جدا رحلان المنير وفي بنات مستنيينها يجيبوا هدوم العيد، ونزلت الساعة 3 بالليل بنده لها بنده عند عم أيمن، أقول البنت بحسبها مشيت مع بنته ندى راح يجيب الحاجة، قال لي لا لسه مجوش، ومن ساعتها مش شايف، قال لي طالب الإعدام اللي موتها. ان شاء الله يعني الوضع زي ما حضرتكم شايفين، الجد اللي ربى امينه وجدتها ووالدتها اللي ما كانوش بيفرقوها اسرارها وحياتها.